اهلا بحضراتكم اهلا بيك والساده المشاهدين في بيتنا قناه النادي الاهلي. اهلا بيك استاذ طارق. 25 شهر تقريبا على انتخاب مجلس الاداره، طموحات كبيره جدا، انجازات على الارض كتيره، واعتقد لسه في كتير من المشروعات اللي بتتم. اداء العمل في مجلس الاداره في 25 شهر شفته ازاي حضرتك؟ بص حضرتك، يعني هنتناول من قبل ما نيجي على طول ان في سابقه برضو في تاريخ الانديه المصريه ان في برنامج كان موضوع بحرفيه وشارك فيه كل المتخصصين كله في مجاله مع المرشحين بقياده كابتن محمود الخطيب، ودي كانت برضو حاجه بالنسبه للانديه المصريه ليها معنى ومدلول في طريقه التنفيذ على الارض الواقع نفسه. من يوم ما احنا شرفنا في الانتخابات وشرفنا بعضوية المجلس واحنا نصب عيننا برضو البرنامج اللي محطوط عشان المصداقية قدام اعضاء جمعية عمومية وقدام جماهير النادي ما يبانش انه كلام انتخابات، لكن برنامج كده قابل التنفيذ بالظبط. والنادي الاهلي ليه تميز عن باقي، يعني عن كتير من الاندية، ان هو عنده عنصرين وفعالين جامد جدا، اعضائه وجماهيره، والاثنين النادي الاهلي كمجلس ادارته دايما دول هم محط انظاره في كل القرارات اللي بياخدها، ونمره واحد طبعا بما يكون فيه صالح النادي الاهلي. احنا يعني عدد جلسات المجلس لغايه دلوقتي 53 جلسه. يعني 53 جلسه. 53 جلسه. بالظبط. 53 جلسه غير اللجان المشترك فيها كثير من اعضاء مجلس الاداره، غير المتابعات المستمره. يعني. بالظبط. أنا بعتبر أن أكبر إنجاز الحمد لله ما زلنا محتفظين به في النادي الأهلي هو الحفاظ على شخصية النادي الأهلي. شخصية النادي الأهلي اللي كلنا ليها بنقر أن ليها طابع معين وانضباط معين بيتوارثه الأجيال. شخصية النادي الحمد لله تم حفظها مع اختلاف حاجات كثيرة جدا في المناخ نفسه، يعني ما أقدرش أقارن مجالس إدارات يعني بعضها، الظروف نفسها مختلفة. أعتقد أن الظروف اللي احنا متواجدين فيها شاء القدر أن يكون المجلس بقيادة كابتن محمود الخطيب بيتولى أمور النادي، أن المعطيات كلها مختلفة، شافت يعني صعوبات، والمعطيات كلها المناخ نفسه مختلف. يعني زمان كان بالنسبة للإعلام والصحف حاجات قليلة 3-4 جرايد، حاليا في سوشيال ميديا كل واحد معاه جورنال، ده طبيعه الزمن. بالظبط، دي طبيعه الزمن، وفيها من الحاجتين، يعني فيها زي اي معطيات حديثه بتكون موجوده فيها عناصرها الايجابيه وعناصرها السلبيه. يعني عناصرها السلبيه لو بيتحكم في قرارك على طول المعطيات دي، يعني وبلا جدال ممكن صاحب القرار يتاثر بيه.